السلام عليكم خوتي خواتاتي. اليوم بتنا عند محمد. مرحبا. الله يحفظك. غادي نمشيو نهبطوا ان شاء الله للبحر، حيت اليوم ان شاء الله عندنا الميت اب ديال السلا والرباط. جينا للبحر ديال منزل، جيت هنا شحال هادي ولكن صوب الدنيا ديال بصح هنايا. شنو الناس كدير سبور ليه؟ هذا البحر حداهم هنايا، جميل. يسير كي دابا جينا كنديروا اخر الترتيبات، نقادوا القاعه، وقاعد القاعه راه باقا خاويه كتصفر. الله بعد ساعه غيجي اكثر من 200 واحد واكثر ان شاء الله، علاش ما ندوش 300 ولا 400. تلاقينا مع حسن هنا، كنا غادي لواحد الكافيه وحنا لقاوه عنده اش سميتها هوفر بورد. ودابا عرفتي كنت باغي نشريها شحال هك. واه لا خاصها شويه تعلم هادي. ما الول فيب وي سير صلى عليك والله. فين بخير لاباس عليك؟ هاني جينا لواحد الريستو، جبنا كريمه اول مره اخوكم غيضرب السوشي. ها انت شوف يا ما شاء الله. هذا شنو سميتو؟ سوشي هاواي. هاواي سوشي دراغون اي. يا ما شاء الله سوشي. دخلي زي احسن حركه دخلي الدليل هو هاد الناس هادو اللي جاونا. كنبغيو نقول شكرا بزاف. يوتيوب غيعطيك عطانا فرصه اننا نخدمو نديرو الخدمه ديالنا بداكشي اللي كنبغي. وانت ماشي نتوما دابا كيديروا لي ابو الريك كامل، راه ماشي نتوما اللي غادي تجري، راه في ولايه عاش، طنجة، تهران، قنيطرة، جاوا لي بزاف ديال المدن. ما كنبقاش فيديوهات كاملين. شكرا خير ايوب على الابن ديالي ومعنا في الكتاب. السؤال ديالي هو واش اللي في البدايه ديالك كانت شي حاجه اللي كانت تسمعها انك ما تبداش فيها؟ راه سالك حاجه باغي نديرو باغي نفعل، ولكن ما كنلقاش اللي كيدير. يعني شنو هو اللي خصنا نديرو حنا؟ خصنا نعاونو ريوسنا بعيوتنا. عندك شي فكره، عندك شي حلم، حاول ما امكن انك تحافظ عليه. الله يحفظك. شكرا.
علاش نديرو الفرق بين البوكس والدربي؟ علاش شو تبارك الله شو شحال ديال الدراري قلت لي السلام قلت لي منين عاد جا السلام رايكم عندك العائله كبيره يا الحمد لله كي بغيت نصور غير مع واحد والله ما قدرت لان تبارك الله الدراري الحمد لله دابا يلاه رجعنا للدار ما نكذبش عليكم النهار ديال اليوم كان العالميه ديال بصح والله ما نكذب عليكم لان حقيقة لقاء داز رائع بزاف رائع فوق الرائع لان حضرت تبارك الله شحال حضرنا واحد تقريبا 800 يعني 800 نقولوا حنا 700 سيدي 700 وما فوق يا ما شاء الله عرفتي 700 والفوق عرفتي راه والله الا عدد هائل هدد هائل جدا شكرا لكم اخوتي بزاف شكرا لان والله ما عرفتش ما نقول في الحقيقه لان هذاك العدد راه بوحدو انجاز بوحدو واحد الانجاز خطير دارتو عائله ايوب في مدينه الرباط وسلا شكرا لكم اخوتي بزاف وان شاء الله فقط غير مره واحده ان شاء الله مازال غيبقى يتعاودوا غيتعاودوا غيتعاود اخوكم راه عرفتي راه التعب ديال بصح ولكن والله حتى فرحان حيت داكشي اللي داز واخا في الاخر الدراري في التصوير وداكشي عندي مشكله لان كلشي بغى يتصور معاكم كلشي سميتو وداكشي واخا كان متعب بالنسبه لي ولكن فرحان بداكشي لان ديك النتيجه كنت غير كنحلم بها والحمد لله نتوما شفتوها دابا واقع شكرا بزاف حيت تبعتوا اخوكم وشكرا بزاف لانكم كدعموا اخوكم لان مين واحد كيجي وكيجي باش يسمع لك كيجي باش يسمع باش يستافد ولكن كيجي باش يدعم ايوب وكيجي باش يدعم هذا راه واحد الطاقه ايجابيه كتعطيوها لخوكم واخا التعب اللي باش كنضربوا شكرا لكم بزاف لان واخا كما كنقول لكم دائما لان تعب 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 ولكن كتكون النتيجه غادي نقول لكم تشاو تشاو وغدا سيكون اجمل ان شاء الله ولي
سير ايوب سير ايوب سير 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 ايوب.